ولكن مما يؤسف له أن الجهة السياسية التي تحرض على موضوع اقتحام المجلس ومحاصرته ورفع الشعارات هي بالحقيقة هناك تضليل للجمهور ولعامة الجمهور. مع الأسف هؤلاء الجمهور نواياهم حسنة ولديهم اندفاعات جيدة وصالحة، ولكنهم كثير من القضايا مضللة. ما يطرح من شعار مثلا مكافحة الفساد ولا نرى منهم حسيسا نحو هاي الحكومة التي ممتلئة بالفساد. لماذا لا يعترض على فساد حكومة تصريف الأعمال وزاراتها؟ ويوميا تظهر فضيحة من الفضائح، ما نسمع تغريدة ولا اعتراض وكأنما هذه الحكومة هي معصومة ولا يعترض عليها، ونقول نحن نريد الإصلاح ونريد أن نكافح الفساد. وهكذا هناك نقمة من الجمهور على أداء الحكومة، على أداء الدوائر التنفيذية وغيرها، بينما يتم توجيه هذا الجمهور نحو حكومة لم تشكل لحد الآن ويعترض عليها. عم تعرفين الحكومة الحالية اللي مملوءة بالفساد والأخطاء وغيرها، باعت الوطن خط العقبة ب 28 مليار دولار حتى يوصل النفط إلى الأردن ومصر ومن هناك إلى إسرائيل، ميناء الفاو عطل واتفاقية الصين جمدت حولت إلى موضوع الشام الجديد، مشروع الشام الجديد، وكأنما مصر تقدر تبني لنا بنية تحتية. وهكذا بادية السماوة وغيرها، محطة الخيرات وتوتال ماخذة ب 30 مليار دولار في بالجنوب العراق وغيرها، هاي قضايا خطيرة. مع ذلك نرى من يدعي الإصلاح ومكافحة الفساد ما يعترض على هاي الإجراءات اللي هي تعتبر خيانة كبرى لمصلحة البلد. من شأنها كانت حل مشكلة لو مشتغلين بالاتفاقية اللي بداها الدكتور عادل عبد المهدي وصار عليها التحريك وغيرها، كان بالإمكان إيجاد ملايين فرص العمل لشبابنا العاطل عن العمل وغيرها. كان كمل ميناء الفا وغيرها من القضايا. لذلك التضليل الذي يحصل، وكأنما من يدعو للاعتصام بأنه غير شريك بال 15 سنة الماضية، ما كان موجود بالحكومات من 2005 وإلى اليوم، ولحد الآن هم يتغلغلون في مفاصل الدولة بشكل رهيب. طيب. ويدعون بأنهم معارضة. أنتم الحكومة بيديكم، كل مفاصل الدولة بيديكم، لماذا هذا الأداء السيء لوزارة الصحة، لوزارة الكهرباء، لدوائر مختلفة كثيرة؟ طيب.